السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل وسعداء أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. كالعادة أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-74-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من مكناس. معنا أم سعد. الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سي الحاج قريبان ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك لالا. الحمد لله والشكر لله بنهار ملي شد لينا الخط، اللهم لك الحمد يا رب. الله يحفظكم لالا، الله يعلي الدرجة ديالكم. ربي يخليك ويخلي لك وليداتك يا ربي وعلي مقامك في هذا النهار يا ربي. يا رحمن يا رحيم بارك الله فيك. ارتابك والله القسم، عندي بزاف ديال الأسئلة بزاف بزاف ولكن غنختصر. هي مرحبا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، ولهذا كنطلب منك تهز لنا الدعاء. توفات لي واحد الأخت ديالي في عيد المولد النبوي، ناطت صلي الفجر طاحت في الصلاة هاني تتم توفات مع الفجر. الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله. نهار هي نهار تزات نهار توفات، تزات في الجمعة وعيد المولد النبوي، وتوفات في الجمعة ويوم عيد المولد النبوي مع الفجر. والمهم لا إله إلا الله المود ديالها الحمد لله، كانت امرأة صالحة. المهم ما مرضت ما والو، الموت فجأة. الحمد لله على كل حال، الحمد لله لله ما أعطى ولله ما أخذ. كنتمنى تهز لنا الدعاء. سبحان الله يا رب يا كريم. هاد الأخت كانت المهم غنعاود لك حكايتها. كانت المهم قبل قالت لي كنت حلمت النبي صلى الله عليه وسلم جا عندي للدار عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم قد تنقول الحمد لله النبي جا عندي، نط ضربتها في قناتك. لا إله ألو ألو لا إله إلا الله. أم سعد كنشكرك لالا على المكالمة ديالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى قدر الأعمار ديالنا، كل واحد عمر ديالو محدد سلفا منذ أن كان في بطن أمه، وقتل كيف قدر، لكل أجل كتاب. فالموت علينا حق، وكل واحد منا سوف يذوق ويشرب من كأس الموت، ولكن الأساس اللي في الموت هو الفراق اللي كيكون بالعائلة والأحباب. كيبقوا المؤمنين كيشعروا بالفقدان ديال فرد العائلة، كيشعروا بالهجرة ديالو، كيشعروا بأن كل ما في البيت وما حولهم يذكرهم به. هذا هو الصعيب في الموت، هو الفقدان ديال الحبيب والشعور بفقدانه. أما الحمد لله المؤمنين هما كيمشوا عند الله تعالى من أجل جزاء. قبل ما يقبض الله الروح ديال العبد المؤمن، الله تعالى يقول له يا عبدي فلان تعال عندنا ترتاح، تعال إلينا ترتاح عندنا، تعال إلينا ترتاح عندنا. لأن ربنا عز وجل يطلع فيرى بأن عمر الإنسان غتكون فيه ابتلاءات وشدائد وأمراض، هو يتعذب وربما يتعذب من حوله. داك اللي مريض كيتعذب واللي كيقابل المريض كيتعذب أكثر منه. فربنا عز وجل رحمن بالعباد كيقول له تعالى إلينا ترتاح عندنا، نعطيك جائزتك وهديتك. وكيمشي العبد المؤمن، وأول الجائزة والهدية هو أنه يرى مقاما عظيما قد أعده الله في الآخرة، حتى يبدأ يقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة. ثم الجائزة الثانية هي أن الله تعالى ينقله من قبره إلى عالم البرزخ، حيث يوجد أحبابه وأقاربه. عالم البرزخ هو قاعة انتظار كبيرة جدا، يجتمع فيها من رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، ينتظرون ويترقبون قيام الساعة. ولن نقول للميت اللهم بدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرا خيرا من جيرانه. فهو اللي كيتسنى الميت الآن
هو الدعوات. أي ميت سولناه كيقول لك ليس مهما أنني رحلت، لكن الأهم هو أطلب منكم ألا تنسوني من صالح دعائكم. فنسأل الله تعالى أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح الجنات ويجعلها في أعلى عليين، ويكفيها شرفا هذه الرؤية الطيبة اللي شفتها عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي الكريم فهو من أهل الجنة، مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى لأهل النار. الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والعلماء قالوا بأن من رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشارة له أنه من أهل الجنة، لأن النبي الكريم لا يرى لأهل النار، لا يرى لأهل الشرك والكفر، وإنما يرى فقط لأهل الإيمان والتقوى. فهنيئا لها، الله يرحمها، والله يلحقنا بها مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمين يا رب يا كريم. نتحول من مكناس إلى إقليم هوارة. معنا السي سعيد. السلام عليكم دير الحاج. السلام عليكم، حياك الله مولاي. لبس عليك. لبس عليك أخويا بخير. يما ينظر بخير. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. مرحبا. عندي واحد المرض جلدي. أيه. دري واحد عندي واحد الله يرحم الوالدين، عندي شبرة فليدية. أيها مولاي. عندي شبرة فليدية الله يرحم والديك. لكن قاعد اتصل بيا شد مالي اتصل بيا الله يرحم والديك. واخا خويا سعيد بإذن الله، لا إله إلا الله خويا، الله يشافي وعافي، الله يشافي وعافي. وهذا البرص خويا راه كاين بعض الأنواع ديال العلاج كيقضي عليه. هذا مرض جلدي ناتج عن هرمونات، عن خلايا، وربما قد يكون ناتج عن اضطرابات نفسية كيمر بها الإنسان. هي الأسباب متعددة، ولكن الناتج هو أن هذا البرص لم يعد كما كان أيام زمان يعتقد الناس بأنه لا يرجى برؤه. لا، الحمد لله وقع تطور كبير في المجال الطبي، أن هذا البرص هناك أدوية تعالجه، كما أن هناك أدوية أخرى في الطب التقليدي بالأعشاب. هناك مجموعة من الأعشاب يستعملوها الناس معروفة عند الخبراء في الميدان تعالج البرص ويعود أحسن مما كان. وأحسن طريقة ممكن نستعملها في علاج البرص هو أننا نأخذ المواد السائلة في القرآن العظيم. المواد السائلة في القرآن ما هي؟ أولا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نأخذ إناء ديال الماء، ولا نأخذ واحد القرعة ديال الزيت، زيت الزيتون اللي قال فيها الله تعالى والتين والزيتون وطور السنين، ربنا ذكر في القرآن وتكلم في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة أن كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيت الزيتون اللي هو طبيعي فيه في واحد الأثر عظيم. أو نأخذ إناء العسل، العسل اللي قال فيه الله تعالى فيه شفاء للناس، لما تحدث عن سورة النحل وقال بأنه يخرج من بطونها عسل فيه شفاء للناس. هذا السائل إما الماء وإما زيت الزيتون وإما العسل نقرأ فيه ما تيسر من كلام الله. نحن نتوسل بكلام الخالق، بكلام المبدع، بكلام الصانع، بكلام الشافي، نتوسل بكلامه ونقرأ ما تيسر من القرآن العظيم في هذا الإناء ديال الماء أو ديال العسل أو ديال زيت الزيتون. نقرأ ما تيسر، نقرأ الفاتحة، نقرأ الآية الكرسي، نقرأ سورة الإخلاص، نقرأ المعوذتين، ونقرأ ما تيسر من كلام الله. ثم هذاك المادة شطر نأكله في الفم ديالنا، يمشي مع البلعوم، نفطرو به صباح. وممكن واحد الشطر آخر نقوم ندهنه المكان اللي فيه البرص، إما في اليد أو في الوجه أو في أي مكان من الجلد في الجسد. ومع المدة غتلقى بأن هناك واحد المقاومة داخلية وخارجية. الطعام اللي كناكلوه كيعود مقاومة داخلية من الأعماق، كتلقى ديك الهرمونات والخلايا والكروموزوم كلهم كيبداو يتأثروا، كيقول شنو هاد المادة الغريبة دخلت إلى أجسامنا. هذا كيبان أنه طعام أو شراب، ولكن فيه شيء نوراني عظيم. شنو هاد السر؟ هو كلام الله، كلام الله في رقية ملي كيدخل الجسم داخل. ثم ملي كندهنوا بالجلد في الخارج ايضا كيوقع تفاعل غريب ويشفى.
وأعداد ديال الأمراض من غير البراص، بل هناك سرطانات وهناك أمراض غريبة عجز الأطباء عن علاجها، ولكن بكلام الله تعالى وهذه السوائل الثلاثة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وزيت الزيتون شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، والعسل اللي فيه شفاء للناس كيجيب الله الشفاء. فنسأل الله تعالى أخي الفاضل سيدي سعيد، اللهم تعالى شفيك وعافيك، اللهم يا رب إنا نرفع أكف الضراعة إليك، أخونا سعيد مريض وسقيم، وأنت خالقنا وأنت مبدعنا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، اللهم بدله جلدا خيرا من جلده، وبدله اللهم يا رب لحما خيرا من لحمه، ولا بدله اللهم دما خيرا من دمه، اللهم شافه وعافه، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم شافي عاجلا غير آجل. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول من هوارة إلى إقليم أيت ملول، معنا للا أم حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا أم حسن. أنا فرحانة بزاف حيت كنهضر معك، وحق الله شحال أنا بغيت نهضر معك. الله يحفظك للا. الحلم متحقق وحق الله العظيم. يا مرحبا بك للا. أنا وماما كنتصنتو لك بزاف يوميا، وقت ما كنتي كنتصنتو لك، وكنجي كنجري للدار باش نتصنت لك. بغيت نعاود لك عافاك. بارك الله فيك الشريفة. على التجربة ديالي قبل الزواج كيفاش كنت. أيها بنتي، كنت واحد إنسانة غنقول لك واقفة شبه زعما ما كاين حتى حاجة، قريت وتحصلت على الدبلومات وهذا وما خدمتش، وكنت كنسمع ليك وسمعت بفضل الاستغفار والصلاة على النبي، وبقيت كنستغفر وكنصلي على النبي، شوية لقيت الوظيفة وشوية تبارك الله تسهل تيسر لي الزواج الحمد لله، ودرت عرس زوين ما كنت كنحلم بيه، ما كنتش كنحلم به كاع، بفضل الاستغفار والصلاة على النبي وبفضل ماما الله يحفظها ليا، حيت ما الوالد ديالي توفى الله يخليها لك، ودارت ليا الله يرحمه ويخليها، ما تخيلتش انني نديرو الحمد لله. من بعد للاسف توقفت على الاذكار وتلهيت في الحياة ووقفت عاوتاني حياتي، والحمد لله ما تيسرش ليا دابا الانجاب، بغيت نولد وما زال ما تيستمش ليا، وهذا الشيء اللي بغيت نقول، بغيت نقول للناس أي واحد تعسرت أي شي حاجة يشكر الله بزاف، الذكر الذكر ثم الذكر، لأنني أنا شخصيا تحولت من إنسانة ميتة لحية دابا فضل الله وفضل لا إله إلا الله مع ديالك والنصائح ديالك، ما أي واحد بغى شي حاجة سوى وظيفة لا إله إلا الله زواج يتحول إن شاء الله بفضل الله من الفقر إلى الغنى. أكيد أكيد ابنتي أكيد، لا شك ولا ريب في ذلك. على النبي، وبغيتك عافاك تدعي معايا بالدرية الصالحة ويتيسر لي، عندي مشاكل شوية في الإنجاب كنحاول، ولكن مازال ما تيسرش لي إن شاء الله بنتي إن شاء الله. ربي ربي يطرش عليك يا ربي، تحفظك يا ربي وتحفظ لك وليداتكم، وما نساوش خيرك، وإن شاء الله نتلقوا في مكان أحسن من هذا إن شاء الله يا ربي، ونشوفوا وجهك إن شاء الله يا ربي، الله يحفظك الله يحفظك بنتي. تدعي مع ماما مسكينة وقفة معنا بزاف، ومن بعد الموت ديال بابا وقفة معايا راجل يا ربي، الله يخليها ليك الله يخليها ليك، بغيت كعافاك دايما بالصحه وطول العمر، راه كتصنت ليا دابا يا ربي يا بنتي يا ربي، بارك الله فيك بنتي، شكرا لك، شكرا لك، يبارك لك صحتك، وشكرا على الناس اللي خدامين في الراديو، ناس مزيانين بزاف، بارك الله فيك، شكرا بزاف، الله يحفظك بنتي أم حسن. يكفي أن هذا الإحساس النبيل اللي نقلته لنا، كنشعر بأنك الحمد لله في قلبك الإيمان، في قلبك الخشية، في قلبك المحبة، وهذه كلها صفات المتقين، من صفات المتقين عندهم يخشون ربهم بالغيب، فيهم الشعور بال في الرقة ديال الإيمان، تلقى دائما عيونهم تدرف دمعا، ونبرات صوتهم فيها شجن وفيها حزن،
وكل ذلك في محبة الإيمان. هنيئا لك، هذه صفات المتقين. الحمد لله. نطلب الله أولا في الساعة المباركة، الله الرحمن الرحيم، أن يرحم الوالد ديالك في قبره ويجعله في الساعة منعما مكرما، ويجعله ينقل الله تعالى من القبور إلى القصور، ويجعله بجوار الأنبياء والمرسلين والأنبياء المقربين. ونطلب الله تعالى الوالدة ديالك اللي هي الحمد لله أم صالحة، علامة الأم الصالحة أنه بعد ذهاب الزوج ماشي كتحزن وكتبقى تبكي وكتقول ما بقى عندي والي ولا تالي، كتنوض كتحزم الأم الصالحة، كتحزم وكتعود مرومص وكتكون إيجابية وكتنشر الفرحة والسرور، وكتحاول ما أمكن أن وليدتها وبنيتها تقف ترفع المعنويات ديالهم وتزبيهم وتزبي ناسها وتكون مروم وحاذقة وقادة. هذه المرأة الصالحة المؤمنة، ماشي كتنهزم وكتضعف وكتبقى تبكي وكتعود تشوف راسها بأنها نهزمت. لا، احنا ما احنا في الدنيا ما زال دائما عندنا روح المقاومة، في الدنيا عندنا روح المجابهة، لا نترك سلاح الحياة حتى نلقد أنفسنا الأخيرة. هنيئا لهذه الأم لتشيع الفرحة والسرور في قلوب أولادها وبناتها، الله يطول العمر والله يزكي لها العمل. بنتي أم حسن، أنت الحمد لله المسار ديال الحياة فيه صعود ونزول. هنيئا لك أنك اجتهدتي في الاستغفار وفي الذكر، وعطاك الله هذا الشيء اللي كتمناي، هذا أمر طبيعي. ثم الأمر الطبيعي الآخر أن المؤمن مبتلى، لا بد للمؤمن أن يمر بمرحلة مرت فيها الإنعام والتوسعة من عند الرحمن، ثم كتجي واحد مرحلة ديال الابتلاء. ضروري كل مؤمن يمر بهذا، بحال الطغوت، بحال واحد طريق سيارة تلقى فيه دائما واحد المجموعة وقفات. مرة كاين الإنعام، الله تعالى كيوسع لنا المال والصحة والسعد والخير، وكتجي ذاك المؤمن وغادي في الطريق سيمر بواحد مرحلة ثانية اسمها مرحلة الابتلاء. لابد، علاش؟ ليمحص الذين آمنوا، الله تعالى يريد أن يمحص القلوب. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه. الله تعالى إذا حب شي واحد يقول للملائكة يا ربي هذا المخلوق مؤمن أو مؤمنة، هذا من أهلي، هذا من أحبابي، يقول يا ربي لقد أكرمته بالمال وأكرمته بالجاه، وهو لا يحبك أنت، يحب أثر نعمتك، يحب المال الذي أكرمته به والجاه الذي أعطيته. يقول من الله تعالى لا، ويحبني لأجلي. يقول يا ربي أزل عن وادي النعم ونرى حقيقة أمره. فربنا عز وجل يقيم الحجة على الملائكة فيزيل عن العبد المؤمن والمرأة المؤمنة شيئا من إنعامه وفضله، يحيد شوية المال، يحيد شوية الصحة، شوية السعد، وناظر كيف تصنعون. المؤمن اللي هو مثل القطعة الذهبية الناصعة يزداد إيمانا ويزداد يقينا، وفي المحنة تلقى دوما ساجد راكع لله، يطلب منه العفو ويطلب منه الرحمة ويطلب منه المغفرة، ودائما تجده يقول ربما ما أصابني من تفريطي أو سوء أعمالي أو كذا أو كذا، هو اختبار من عند الله. ثم ربك عز وجل يفرح ويسعد ويباهي به الملائكة، ويقول الله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبد فلان وإلى أمة فلانة، أعطيتهم النعيم فشكروا وأعطيتهم البلاء فصبروا. فأنت أم حسن، أنت غادي في طريق الحسن، طريق المستقيم، زيدي في الاستغفار، زيدي في الصلاة على النبي المختار، وسترين العجب. والاستغفار بنتي هو من أبواب الإنجاب. ربنا عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين. اللي بغى المال واللي بغى البنون ما عليه إلا أن يكثر من الاستغفار. إلى حبك الله تعالى راه ديك الساعة يعطيك، ديك الساعة أيام معدودات يعطيك المال ويعطيك البنون. وإلى حبك الله أكثر وأكثر لا يعطيك في الحال، وإنما يباهي بك الملائكة ويمدد قليلا، ويباهي 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 بك الملائكة، ثم إذا أعطاك أدهشك. إذا أعطاك، أعطاك بالوفرة المال الحلال الطيب الوفير، وأعطاك الذرية الصالحة ليكمل مكمولة في صورتها وأخلاقها وإيمانها. أسأل الله الكريم أم حسن أن يحفظك المولى ويبارك في صحتك وفي عافيتك، وأن يرزقك الذرية الطيبة والمال الوفير والسعادة الزوجية وكل ما في القلب والضمير. وأسأل الله تعالى كل من قال آمين أن يحقق لنا ولهم الرجاء،
ويبلغنا المقصود إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونواصل هذا اللقاء المبارك، واللحظة نتحول إلى إقليم تنغير. معنا السي أحمد. السلام عليكم سي الحاج، بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير ولا خير سي الحاج، حياك الله. بخيرين دايرين؟ بخيرين الحمد لله، نشكروه ولله الحمد خويا. على اذاعه ميد راديو مصطفى عبد الكريم وكل شي موظفين ديال اذاعه ميد راديو، الله يحفظكم الله يحفظكم، الله يطول في عمركم السي الحاج. بارك الله فيكم اخويا. نعم، دي سميتو تدعي معايا مع واحد البنت على سميتو، هذه شحال هذه كانت تعين على الوليدات باش يكون عنده شي دراري، الله يرحم لك الوالدين. وعاود ثاني على الشيء ديال الجفاف، نطلبوا الله تعالى المسلمين اجمعين اللي تيسمعوا لينا وتيسمعوا لي تودسي الحاج كريبان يدعيوا على سميتو نهار غدا الخميس ونهار الجمعه على الله على الله إن الله تعالى بشي رحمه الله ودسي كل حاج كريبان. وشكرا ودسي الحاج كريبان، الله يحفظك الله يحفظك ودسي الحاج كريبان. اللهم امين اخويا، بارك الله فيك سيد احمد. تدعينا عن سميتو في هذا ليله الخميس ونهار الجمعه، الله يرحم الوالدين. اللهم امين اخويا. سيدي ربي ان الله يجعل سيدي ربي يرحمنا بشي رحمه الله يرحمنا ودسي الحاج كريبان. يا رب يا رب يا كريم اخويا، يا رب. سيد أحمد شكرا لك مولاي، شكرا لك، حفظك الله ورعاك الله. وفعلا أننا في بلادنا هناك نقص الخطر يدق بوفرة، لأن الموسم الفلاحي محتاج إلى أمطار الرحمة، محتاج إلى الغيث. يعني تأخرت أمطار الرحمة والمنتوج الفلاحي يعاني الكثير، ونطلب الله السلامة والعافية. الكل هنا يعلم قدرة الله، البشر مهما فعل من أسباب ومن تخطيط ومن استراتيجية لا يكاد يصل إلى نتيجة محمودة. هنا نعلم قدرة الله ورحمته الواسعة الذي ينزل الغيث من السماء. كذلك الناس الكثير اللي كيتشكاو من غلاء المعيشة وغلاء الأسعار وقلة الموارد، المشكل ديال المال قليل، الناس يعني كيعانوا من الفقر ومن القهر، واحد العدد كبير جدا. ثم إضافة إلى ذلك كيف سمعنا السي أحمد من تنغير وقبل منه أم حسن من أيت ملول، يعني قضية الإنجاب، وكأن الإنجاب صار في عصرنا هذا ضعيف. كان عدد ديال الناس ولو كيلقوا بأنهم غير قادرين على الإنجاب، إما هناك خلل في الهرمونات وإما هناك شي طعام كنأكلوه أو شي شراب كنشربوه ربما يؤثر، كأن هناك مخطط خارجي لتقليل النسل. على كل حال هذه المشاكل يعني ما هو حلها؟ الحل فيها موجود وبسيط جدا لو أننا جميعنا قمنا به في وقت واحد. يروى أن الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك من علماء الأمة الأجلاء، ومنهم من يعتبره من أولياء الله الصالحين، عبد الله بن المبارك كان يعقد جلسة في المسجد كما نحن الآن نعقدها في المذياع. نحن كنعقدوا هذه الجلسة في المذياع. أيام زمان كان الناس مثل هذه الجلسات يعقدونها في بيوت الله، كيديروا الدروس ومن بعد كيديروا الحوار مع 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 الناس، كيجيو الناس عند الشيخ او عند العالم او عند الفقيه وكيسولوا اسئله وكيجاوبهم. فعبد الله بن المبارك كان عنده واحد المجلس ديال الفقه وديال الحديث وديال التفسير كبير جدا، وكانوا الناس كيسولوه على قضايا اجتماعيه، على قضايا الاسره، على قضايا نفسيه، على قضايا عائليه، واحيانا على قضايا المعيش، المعيش اليومي، غلاء الاسعار. حتى في زمانهم كان غلاء الاسعار ذاك الزمن القديم، وكان عندهم كذلك الجفاف بسبب الذنوب والخطايا والمعاصي، وكان عندهم ايضا قله الانجاب. ما بقاش الانسان كينجب كتلقاه كيمشي عند الطبيب وكيقول لي راه باقي ما عندك الانجاب سنوات طويله، ومشاكل كهكذا. مره كان هذا الامام الجليل عبد الله بن المبارك في المسجد، فجاءه رجل وقال يا سيدي الا ترى ما اصابنا من الورى؟ الا ترى هذا الجفاف الحر الشديد؟ نحن في فصل الشتاء.
والمفروض أن يكون هناك البرد القارس وأمطار الرحمة، ولكن نرى بأن هناك الحر الشديد والجفاف والجو مخنوق. قال لي هل من سبيل لكي ينزل المطر من السماء؟ قال لي أي نعم هناك السبيل. قال لي ما هو؟ قال لي علينا جميعا بالاستغفار. فجلس الرجل، ثم جاء الثاني فقال له يا سيدي ألا ترى هذا الفقر الذي أصاب الناس، وهذا الغلاء الأسعار وقلة البركة، والكل يشتكي العوز، وحتى واحد ما كيقدر يساعد الآخر، حتى كل شيء مضغوط، كل شيء مكروه. هل من سبيل باش يكون عندنا المال ويكون الرواج الاقتصادي ويكون النماء وتكون الثروة؟ قال لي نعم كاين سبيل. قال لي ما هو؟ قال لي علينا جميعا بالاستغفار. فجلس الرجل، ثم جاء آخر فقال يا سيدي تزوجت منذ أكثر من 10 سنين ولم أنجب، وذهبت عند الأطباء وعند المعالجين وبدلت نصف ثروتي، وذهبت ذهب المال هباء منثورا، ولازلت على حالي لم أنجب، هل من سبيل لكي أنجب؟ بغيت الأولاد والبنات، بغيت البنون. قال لي نعم كاين. قال لي ما هو السبيل؟ قال لي السبيل علينا بالاستغفار. فجلس الرجل فإذا بأحد طلاب العلم اللي عنده الرغبة في المعرفة، قال يا سيدي هؤلاء الناس يسألونك أسئلة مختلفة، كل كطرح سؤال في اتجاه وانت عندك نفس الجواب، كل سؤال في إشكالية اجتماعية خطيرة وانت عندك نفس الجواب، كتقول لهم علينا أن نستغفر جميعا. قال لي أين هو العقل وأين هو الفكر وأين هو التخطيط وأين هي المناهج؟ قال لي يا بني إن الاستغفار هو لب التخطيط ولب المناهج، ألم تسمع إلى قول الله تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله تعالى يحكي هذا في زمن نوح، يعني قبل من نحن بآلاف وآلاف وآلاف سنين، حتى هما كان عندهم نفس المشكل، هذا المشكل اللي عندنا الآن ديال غلاء الأسعار وديال التردي الاقتصادي وديال الجفاف وقلة الإنجاب، وهذه المشاكل راه ماشي جديدة ماشي معاصرة، راه كل زمن في هذه المشاكل. وفي عهد نبي الله نوح اللي بعد منا بآلاف آلاف آلاف سنين كان عندهم نفس المشاكل، فسألوا نوح ما هو الجواب؟ قال لهم فقلت استغفروا ربكم، الحل إنكم عليكم بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ربنا سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الغفار، يعني كثير المغفرة على الذنوب والخطايا والسيئات، استغفر ربك فسوف يبدل سيئاتكم حسنات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء غينزل الله المطار كثير الكثير وفي إبانه، لأن المطر قدر ينزل لكن في غير إبانه غادي يكون خطر، ويقدر ينزل بالأماكن اللي ما فيهاش الفلاحة، الأماكن اللي غتضرر، لكن الله تعالى إذا أنزل الغيث ينزله في إبانه وبكميات المناسبة وفي الأماكن المحتاجة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها هو المطر والجفاف تجاوزنا، ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم المدد، يمددك الله بالمال يعني المدد بغير تعب ولا مشقة، المال يأتي إليك بغير تعب ولا مشقة، بحال كما وقع لأهل الخليج. أهل الخليج هذه 71 عام كانوا فقراء جدا، كانوا قمة الفقر وقمة الحاجة، لكن بفضل الدعوات ودعوة سيدنا إبراهيم الخليل أولا، ربنا عز وجل أمدهم بالأموال، لقوا بأن تحت رجليهم الذهب الأسود البترول والغاز والثروات الطبيعية التي لا تعد ولا تحصى. علاش دابا الآن قائمة الحرب في الشرق الأوسط؟ لماذا الحرب في فلسطين؟ لماذا كل هذه الصراعات السياسية الآن؟ لأن هذه المنطقة هي القلب ديال الكوكب الأرضي، هذيك هو القلب ديالها، ربي قسم بها في القرآن الكريم قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا البلد الأمين هو مكة المكرمة، والتين والزيتون هي فلسطين التي بعث فيها سيدنا المسيح بالسلام، وطور سينين طور سيناء هو الجبل الطور الذي كلم فيه الله تعالى موسى تكليما في سيناء،
هذه المنطقة هي الجوهر ديال الأمة العربية والإسلامية وهي المركز ديال الكوكب الأرضي، وكلها ثروات. هذه المنطقة كلها ثروات، في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي دول الخليج برمتها تم كاين الثروة وتم كاين المستقبل. لهذا السياسات الدولية الكبرى كتحاول ما أمكن تخلق الفتن والقلاقل والبلابل لكي تمنع أي نهضة، لكي تمنع أي قيام لحضارة إسلامية من كيش تقوم. لذلك الإسلام زائد الثروة البترولية والغازية، يعني المسلمون سوف يسيطرون العالم. لأن الشيء الذي يوقع الآن هو حلقة من حلقات الصراع بين الخير والشر والإيمان والكفر والحق والباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلنا المدد، ما معنى المدد؟ المدد يمددكم بأموال وبنين. إلى بغى ربي عز وجل رها يمددكم بأموال وبنين، وهذا قال على بني إسرائيل، قال أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بنو إسرائيل في واحد الوقت كانوا فيهم الربانيين وكانوا فيهم الصلحاء، كانوا يستغفرون الله ويذكرون الله تعالى، فربنا أمدهم، قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، عطيناكم واحد السلطة في المجتمع. ولكن اللي هاد السلطة دار فيها الرحمة وطبق في العدل وطبق في الإصلاح، ربي وعده بأنه يزيده قوة إلى قوتكم. أما إذا لم يطبقها كذلك فإن الله يسلب منه هذا المدد ويسلب منه هذه القوة، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. فالشاهد عندنا كنا في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعطيك الله تعالى المال بلا تعب بلا مشقة، أنت جالس والمال كيجي لعندك. وأمددناكم بأموال وبنين، البنين يعني كل عام المرأة تحمل لك، كل عام هي حاملة وذاك المولود جاي برزقه. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا لكم جنات من جنات ربي عز وجل، حياة طيبة فيها الحدائق الغناء وفيها الفيرمات. أمددناكم بالأنهار والخيرات من كل جانب. الحل عندنا ما هو؟ هو الاستغفار الاستغفار الاستغفار. فكنقول لأحباب الكرام لنعلنها حملة للاستغفار، كل واحد منا يكثر الاستغفار على الأقل 10 مرات إلى 100 مرة إلى 1000 مرة حسب القدرة لكل إنسان، وينوبها صلاح نفسه وصلاح مجتمعه وصلاح بلاده ووطنه وأمته. ندير الاستغفار بهذه النية، كنطلب الله تعالى بالاستغفار يصلح حالي وحال أسرتي، ثم حال مجتمعي، ثم حال بلدي ووطني، ثم حال أمتي وحال الإنسانية جمعا، وربك عز وجل سوف يرفع هذا الغضب. أسأل الله تعالى السحمد، الله يعطيكم الخير والبركة والتسير، الله يبشركم بالذرية الطيبة وبالمال الوفير وبالخيرات والبركات من عند الرحمن. اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ونواصل أيها الأحبة الكرام، والآن نتحول إلى مكناس، معنا أم سعد. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مقطع الخط. يا مرحبا أختي. خويا الله يكثر خيرك والله يجعل ربي مقامك في الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى يا ربي في هذا النهار. يا ربي يا كريم يا رب جميل المسلمين. كان بدا نهاري معاك فكنشد الراديو كنشد الراديو في اليوتيوب، صراحة النهار كيطلع لي زوين ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزعما سعداتك سعداتك وسعدات حتى جارك صراحة. أعزك الله أكرمك الله. تدعي لي مع وليداتي يا ربي في هذا النهار، وصحتي عيانة بزاف ما عرفت شنو، يعني صحتي كانت تألم بزاف، أكثر يا بالليل كانت تألم بزاف. لا إله إلا الله. بزاف بزاف والحمد لله على كل حال. شافي والله مالك. لا إله إلا الله. وكندير قيام الليل وهذا وكندعي، وديما سبحان الله فاش كنبدا نهاري بكلامك سبحان الله نهاري كيتيسر، شغلي كيتيسر الحمد الله لله. الله يجعل مقامك الله يحفظك لالا ان شاء الله يا ربي ويخلي لك وليداتك. اللهم امين لالا بارك الله فيك بارك الله فيك الشريفه. لوليداتي يا ربي وليدات الامه المسلمه يا ربي في هذا النهار يا رحمن يا رحيم باذن الله وجلال الله وقدره الله باذن الله الشريفه. حفظك الله ورعاك. وهذه مناسبه
عندي ما نقول لك الله يرحم الوالدين. يا لاله مرحبا مرحبا شريفه. لا اله الا الله لا إله إلا الله. هذه المناسبة أيها الأحباب الكرام وحنا في ختام هذه الحلقة واللحظة هو وقت متأخر من الليل لعله ساعة إجابة. هذه المناسبة أي واحد فينا كان مريض وكان سقيم وكان عليل نقوم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بأن الإنسان اللي هو مريض يضع يده اليمنى على المكان الذي يؤذيه. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له نفس الكلام للأم سعد، جاءت واحد المرأة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لقد أصابني مرض شديد وأصابني عياء وفير وإنني أحتاج إلى الدواء، فماذا كان من جواب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال يا امرأة ضعي يدك اليمنى على ما يؤذيك وقولي بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك. هكذا قال النبي الكريم هذا الأمر. فكنقول لأم سعد وكنقول كل مرأة معنا وكل رجل وكل مستمع كل واحد من الأحبة الكرام اللي عنده شي أذى أو عنده شي مرض في جسمه إما في رأسه وإما في صدره وإما في بطنه وإما في ركبه وإما في سمعه أو بصره أو في أي مكان من أعضائه، نضع اليد اليمنى على ما يؤذينا ونقول جميعا هذا الدعاء نختم بهذه الحلقة. نقول جميعا بسم الله اللهم داوني بدوائك اللهم اشفني بشفائك اللهم اغنني بفضلك عمن سواك اللهم احذر عني أذاك. نقولها مرة ثانية وثالثة وبقوة. بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك واحذر عنا أذاك. بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك واحذر عنا أذاك. أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر، أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر، أعوذ بكلمات الله من شر ما أجد وأحذر. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. بسم الله أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا أجمعين بالشفاء العاجل. اللهم من علينا أجمعين بالشفاء العاجل وألا تدع فينا جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شافيته. اللهم لا تدع فينا ولا في مرضى المسلمين جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شافيته.
يا رب العالمين، لا تدع فينا ولا في مرضى المسلمين جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شافيته. اللهم يا رحمن يا رحيم، ألبسنا جميعا ثوب الصحة والعافية. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم شافنا أجمعين وعافنا أجمعين واعف عنا أجمعين، واشملنا يا كريم بعطفك ومغفرتك، وتولنا يا رحيم برحمتك. اللهم اشملنا يا كريم بعطفك ومغفرتك، وتولنا يا رحيم بمعافاتك. اللهم شافنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس. اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بأيدينا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم احفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علينا يا رب العالمين. خذ بأيدينا واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علينا يا ربنا. أنت ثقتنا يا ربنا، أنت رجاؤنا، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسنا جميعا ثوب الصحة والعافية، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما، اللهم اشفنا شفاء ليس بعده سقما. ندعوك يا ربنا في ظهر الغيب. اللهم يا حنان يا منان، شافنا وعافنا وجميع مرضى المسلمين، إنك سميع قريب مجيب. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب العالمين، قونا في ديننا، قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديننا. اللهم اجعل يقيننا بك، اللهم اجعل يقيننا بك يقين من كل شر، اجعل يقيننا بك يقين من كل شر، واجعل إيماننا بك يهدينا إلى كل خير، واجعل رجاءنا فيك يحفظنا من كل ضر. يا رب العالمين، اجعل إيماننا بك يهدينا إلى كل خير، واجعل رجاءنا فيك يحفظنا من كل ضر. إلهنا هذا ضعفنا وذلنا ظاهر بين يديك، إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك. إلهنا أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فشافنا، وأنت القوي فقونا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا. يا رب العالمين، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم استجب لدعواتنا، اللهم حقق رغباتنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا،
اللهم واستر عيوبنا، اللهم وتب علينا وعافنا واعف عنا واصلح أهلينا وذرياتنا واكلأنا يا ربنا بعين رعايتك. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا حصنا حصينا، اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا حصنا حصينا. اللهم شافنا بقوة لا إله إلا الله، وعافنا ببركة لا إله إلا الله، وأعزنا بعزة لا إله إلا الله، واغننا بنور لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. لا إله إلا الله، الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، اللهم انصر الإسلام واهد المسلمين. اللهم انصر الإسلام واهد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع راية أمة سيدنا محمد. اللهم قوي أمة سيدنا محمد. اللهم اغني أمة سيدنا محمد. اللهم أعد أمتنا الإسلامية، أعدها إلى سابق عزها ومجدها. يا من قلت وقولك الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم يا رب العالمين، ونسألك اللهم أن ترحم جميع أمواتنا. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأصلح جميع أحيائنا. اللهم يا رب العالمين، اختم لنا جميعا بالحسنى، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم يا رب العالمين، ارحمنا إذا أتانا اليقين، ارحمنا إذا عرق منا الجبين، ارحمنا إذا كتر منا الأنين والحنين. اللهم يا رب العالمين، ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم، وقيل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة المباركة، اجمعنا قريبا في مكة المكرمة، واجمعنا في المدينة المنورة، واجمعنا فوق جبل عرفات، واجمعنا في منى ومزدلفات، ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجمعنا
مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والصحابة الكرام المنعمين من الأنصار والمهاجرين، واجمعنا مع والدينا وأحبابنا، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا من قلت وقولك الحق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.